حجز قطبا العاصمة السعودية فريقا النصر والهلال مكانهما في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد أن تغلب الأصفر في الدور النصف النهائي للبطولة على فريق الشرطة العراقي بهدف دون رد، فيما تجاوز الأزرق شقيقه الشباب بثلاثة أهداف لهدف. لقاءات الغريمين التقليديين طوال تاريخهما في مختلف المسابقات دائما ما تحفل بالمتعة والإثارة، ولذلك ستنتظر الجماهير قمة يوم السبت بفارغ الصبر، خصوصا وأنها ستتوج أحد الفريقين باللقب العربي الكبير على حساب الآخر. وسيشهد تاريخ لقاءات القطبين مباراة ستحمل الرقم 5 في المواجهات المحسوبة في المنافسات الإقليمية أو القارية، حيث سبق وتقابل العملاقان في 4 مناسبات سابقة، حيث كانت أول مواجهة بين الطرفين في بطولة الأندية العربية أبطال الدوري عام 1995 ميلادية، التي استضافها النصر في الرياض بمشاركة 10 فرق عربية، وتقابلا في الدور النصف النهائي بعد أن حل النصر ثانيا في المجموعة الأولى وتصدر الهلال المجموعة الثانية. أقيمت المباراة على أرض استاد الملك فهد الدولي، وانتهت أشواطها الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي، ليحتكم الطرفان لضربات الترجيح التي ابتسمت لأزرق العاصمة بأربعة لاثنين ونقلته للمباراة النهائية. أما اللقاء الثاني فكان في نهائي بطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس عام 2000 ميلادية، التي نظمها الهلال في الرياض بمشاركة 10 فرق عربية، واستضاف درة الملاعب استاد الملك فهد الدولي ختام البطولة الذي جمع أزرق العاصمة بأصفرها، ويومها تمكن الهلال من الفوز بالمباراة بهدفين لهدف بعد أن انتهت الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لتتمدد المباراة لأشواط إضافية سجل فيها عبد الله الجمعان هدف الانتصار الذهبي من نقطة الجزاء وتوج فريقه باللقب الكبير. ثالث المواجهات كانت في بطولة النخبة العربية السابعة عام 2001 ميلادية، التي أقيمت بضيافة فريق الجيش السوري في مدينة اللاذقية بمشاركة 4 فرق عربية، وهي الحاصلة على المركزين الأول والثاني في بطولة أبطال الدوري وبطولة أبطال الكؤوس، وأقيمت بطريقة الدوري من دور واحد، وقد التقى الهلال بشقيقه النصر في الجولة الثانية من البطولة، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بعد أن تقدم النصر أولاً عن طريق المهدي بن سليمان، ليتعادل الهلال بعد ذلك عن طريق البرازيلي روني. المباراة الرابعة جمعت الفريقين في الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا عام 2021 ميلادية على أرض ملعب مرسول بارك في الرياض، وتفوق فيها الهلال بهدفين لهدف، حيث تقدم الأزرق بهدف موسى ماريغا في الشوط الأول، ليتعادل النصر برأسية أندرسون تاليسكا مع بداية الشوط الثاني، لتحضر كلمة الحسم للهلال بعد ذلك عن طريق سالم الدوسري لينقل فريقه للنهائي القاري.